الشهيد بإذن الله أحمد فواز الدعور استشهد على أيدي شبيحة بشار وكلابه، هذه هم العنان وهذه فرصهم، الفرصة الأخرى حتى يخطفنا النظام أكثر ثم أكثر ثم يعطونا النتيجة. انظروا يا مسلمون، انظروا يا عرب، انظروا ماذا يحصل لنا، مهلة تلو الأخرى، والنتيجة زيادة نسبة القتل. لا ندري كم يجب أن يموت منا، كم يجب أن نقدم من شهداء حتى يحظى ضمير المسلمون. فوالله لستم مسلمون ولا تعرفون الإسلام،